التدبير المفوض لكربة جماعة الدار البيضاء بالشركتين المفوض لهما قطاع النظافة في الدار البيضاء اللي هما شركتي أفيردا وأرما. كاين واحد الفصل كيلزم الشركتين أنهم يقوموا بعملية تحسيس يومية للمواطنين من أجل إحصاء مبدأ النظافة مسؤولية الجميع. اليوم حنا كنتواجدوا بسوق الجمل الخضر الفواكه من أجل تنظيم عملية تحسيسية لفائدة التجار والباعة والمرتفقين بأهمية المحافظة على نظافة السوق. هذه العملية اللي ابتدأت في 24 مايو وغتساني في 4 يونيو، واليوم حنا كنتواجدوا بالسوق لأن اليوم كننظموا النسخة 19 من خميس النظافة. هذه النسخة اللي ابتدأت من شهر يناير واللي كتوخى أن نقوم بعملية تحسيس بجميع تراب الدار البيضاء بشكل متوازن لكل المقاطعات. وهذه العملية التحسيسية الهدف ديالها هو أننا نرسخ مبدأ ديال النظافة مسؤولية الجميع. حاليا كنخاطب واحد الحملة تحسيسية بداخل سوق الجملة سيدي عثمان بشراكة مع كازا بيئة كازا بريستاسيون وشركة أرما وجمعية تجار سوق الجملة. حاليا هذه الحملة التحسيسية بدات في 21 ماي وان شاء الله فهي مستمره الى بدايه شهر يونيو. الهدف من هذه الحمله التحسيسيه هو تحسيس التجار بكيفيه استعمال النفايات ديالهم او المخلفات ديالهم ديال الخضر والفواكه، وحاول ما امكن ان شاء الله يستعملوها استعمال حسن في الحاويات ان شاء الله. والهدف هذا كامل منه هو خلق بيئة نظيفة داخل سوق الجملة.